بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، حضورنا الكريم على بركة الله وحفظه، ينطلق شوط جديد من انطلاقات الخير والبركة، شوطنا الخامس ولا شوطنا التاسع عفوا، ينطلق ويندفع ويذهب في مجرياته الجميلة، ونتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس للإخوة المشاركين، الدكتورة في المركز الأول ومحمد بن معنى ويص السويدي، النقلة على سلهودة عبد الله بن سعود بن عبد الله الميري، انتقل وياكم هناك إلى وبرة في ثالث المراكز مع سالم بن مخيت الاجتبي، بينما اللي في المركز الرابع شواهين سالم بن سلطان بن واس، النقلة على المركز الخامس هنا تتواجد جو خلف بن مطر بن علوان، سادس المراكز هنا يتواجد مع الخوانة للسيد بخيت بن ناصر النوبي العامري، بينما اللي في المركز الخامس شعار الضبعة مبارك بن علي الضبعة يتواجد على خامس المراكز. هكذا هي النتيجة، هكذا كانت النتيجة. الله يسعد، الله يا ابو عسكون يقدم لنا هذا الشعار هنا على المركز الاول على مقدمة الشوط مع سعيد بن حميد الرزي. الشامسي هو من يدفع، هو من يسيطر على كوكبة جميلة ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا المال الجميل والكريم. ها هي اللحظات الجميلة ولحظات الناموس مع الميتين المتر الأخيرة. أقول سلام سلام لوين هالمشرف، والله سلام لهالي العوير وين ما يسكن، سعيد بن حميد الرزي بمناسبة فوزه بالمركز الأول. هاي لحظات الوصول المتحدة لخط النهاية، معلن هالفوز والناموس، تهانينا والناموس. المركز الثاني شعار بخيت بن ناصر النوبي، المركز الثالث سالم بن جاسم، رابع المراكز عبد الله بن سعيد عبد الله المهير، المركز الخامس مبارك بن علي الضب. التوقيت الزمني 4:46 ثانية 68 جزء ثاني، تهانينا.